انا اسمي محمد، عندي 46 سنه، ما كنتش مهتم بموضوع سناني ابدا. فجاه حسيت بوجع كامل في سناني كلها، كانت قصه سيئه جدا، لكن هي ما بقتش كده دلوقتي. كان الم عظيم، الم اثناء الاكل واثناء الشرب، بدخن كتير. الالم هو اللي دفعني لزياره الدكتور اول مره، ما كنتش متوقع كل ده، ما كانش في مفهوم من العلاج. I'm so excited ان انا اشوف بقى غدا الجديده وتشالنج ماي سيلف، كل الافكار والمعلومات اللي عندي الجديده اللي كانت موجوده واللي جدت عليا واللي عرفت ارتبها. قعدت فكرت في الحاله المره دي بطريقه مختلفه، مش مختلفه في حاجه بس مختلفه قد ما كنت انا نفسي عايزه اشوف الاختلاف. بعد ما خلصت الفتره بتاعه الدراسه اللي هي بتاعه الكورس، كل كورس اخدته قد ايه اثر فيا وقد ايه ده هيترفلكت على الشغل الكلينيكال بتاعي وعلى قراراتي تريتمنت بلانز. انا عايزه اوصل لايه، انا عايزه اوصل العيان لايه، وتشيز اللي هو كان بالنسبه لي انا كغاده جديد. وكانت لطيفه جدا ان انا اشوف نفسي وانا بتغير في تفكيري وبتغير في طريقه العلاج، ومخي بيروح لكونسبتس جديده خالص. حسيت ان انا بغير المايند سيت بتاعتي، وبالتالي الكونسبتس بتاعتي اتجاه حاجات كتير اتغيرت. انا كان اهم حاجه عندي العيان يبقى مبسوط ومستريح جدا، ومن ناحيه الميديكال سايد ويحس بالتغيير. والحاله دي الحقيقه كانت مساعداني لما ابتديت معاها، لان انا حسيت ان انا هاثر في كل حته في حياته يعني، وهيعرف فايده حاجات كتير يمكن كانت غايبه عنه او حاسس ان هي في اهميتها ممكن مش كبيره. بعد كده اكتشفت بقى ان انا ليا دور، بغسل سناني بانتظام، انا بقيت حسيت ان شكلي بقى احسن. تقليل السجاير ده كان حاجه مهمه جدا، كنت بشرب 3 علب، دلوقتي بشرب علبه واحده. كان كل مشكلتي ان انا اقلل الالم عندي، عندي سنتين بيوجعوني، عندي بتاع، لكن ما كنتش في دماغي وفي مخيلتي ان انا اوصل للمرحله اللي انا فيها دي. فبعد كل جلسه بقيت احس بتحسن وحاجه مختلفه.